مملكة البحرين أسست بنية تحتية صلبة ضمت جميع القطاعات وانطلقت من خلال هذا الأساس المتين إلى الفضاء. هذا الأمر اللي يشهد عليه الجميع في المملكة. طبعا تفاؤل يصل إلى عنان السماء في قلوب العاملين في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وتطلعات للمساهمة بإيجابية في العالم. والأحلى من هذه كلها أن العاملين في هذا القطاع محبين للمجال الفضائي ويطمحون للوصول إلى النجوم ورفع اسم البحرين وعلمها في الفضاء الوسيع. بالتأكيد يعني نخبة من أبناء البحرين في هذا الصرح العلمي المتطور يعملون ليل نهار للوصول إلى طموحاتهم اللي تجاوزت حدود السماء، وفخورين نحن بانتمائهم لهذه المملكة اللي أعطتهم كل المقومات للوصول إلى أعلى المراتب. الفريق التقني للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أحرز المركز الثالث في هاكاثون الدورة التدريبية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء واللي نظمتها جامعة سانت بريسبرغ التقنية بجامعة روسيا الاتحادية. بالتأكيد رقية يعني هذه المشاركة جاءت من خلال تصميم قمر صناعي نانو للأغراض العلمية والبحثية ليفوز الفريق البحريني بالمركز الثالث في هذا المجال. نتابع مشاهدينا هذا التقرير اللي عدته الزميلة شوق العثمان وراجعين. طموح بحريني يعطينا الأمل في المستقبل القادم، وأفكار شبابية توجت بالفوز بأعلى المراكز. ومن الإنجازات على سطح الأرض وصلت إنجازات البحرين إلى الفضاء. هذه الإنجازات جاءت من خلال الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الموقرة، وخصوصاً من خلال اهتمامها بالشباب البحريني وعملها الدائم على تلبية رغباته والوصول إلى طموحه. وتأتي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتثبت أن العمل الدؤوب ينجز المستحيل. منافسة ضمت العديد من دول العالم، فازت بالمركز الثالث فيها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من خلال تصميم قمر صناعي نانو لأغراض علمية وبحثية في هاكاثلون الدورة التدريبية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء والتي نظمتها جامعة سان بطرسبرغ التقنية بجمهورية روسيا الاتحادية. سعي مستمر لتنمية وتطوير الكفاءات البحرينية الشابة للمساهمة بشكل كامل وفعال في تحقيق التقدم لمملكة البحرين في كافة القطاعات. أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر السكايب شيماء المير، عضو الفريق التقني للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. مساء الله بالخير شيماء، ولو تحدثينا أكثر عن مشاركتكم خلال هذه المنافسات اللي يعني ضمنت دول مختلفة من العالم. أول شيء حابة أشكر تلفزيون البحرين على الإتاحة لهاي الفرصة الجميلة. طبعاً إحنا ثلاث بنات شاركنا من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في دورة قامت بها روسيا، كان على حوالي 6 أيام، وإحنا كنا تقريباً 20 فريق، والدول المتواجدة كانوا تقريباً 15 دولة. البرنامج نفسه كان أن إحنا لازم أن إحنا نتعلم شلون نصمم مهام الأقمار الصناعية الصغيرة اللي هم النانو ساتلايت، اللي هم عبارة عن قمر صناعي كتلته بين 1 إلى 10 كيلوغرام. فإحنا الحمد لله قدرنا إن إحنا نتعلم هاي الشيء من الدورة نفسها، وفي النهاية كان لازم إن إحنا عشان نبين لهم إن إحنا قدرنا إن إحنا نستفيد من الدورة عشان نجتاز الدورة، كان المفروض إن إحنا نبني قمر صناعي نانو ساتلايت ونعرضه لهم. يعني شيماء يعطيكم العافية، المنافسة بالتأكيد كانت يعني منافسة دولية، وانتوا أكيد شاركتوا مع دول لها باع طويل في علوم الفضاء، ورغم ذلك قدرتوا أنكم تحرزون المركز الثالث. بالتأكيد يعني واجهتكم عدة صعوبات، يعني ممكن تخلينا في صورة هذه التحديات اللي واجهتكم؟ طبعا التشالنج اللي احنا واجهناه ان احنا حاليا في بداية الدرب في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، واحنا في مجال التعلم، فهاي كان مجال شوي جديد علينا نقدر نقول، وقاعد نتعلم فيه اكثر. لكن الحمد لله من الدعم اللي قاعد نحصله من الهيئة ومن حكومة البحرين احنا قادرين ان احنا نتعلم هاي الامور،
ويعني الكورس اللي دشيناه في روسيا كان يعني وايد مفيد، لدرجة ان قدرنا ان احنا نصمم قمر صناعي خلال 6 ايام، وهذه كان يعني انجاز كبير للهيئة وللبحرين. نعم، شيماء المير ممثل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لك. أكيد طبعا احنا نفتخر في شيماء، وأكيد كل من يعمل في هذا المجال الجديد والمجال يعني أتوقع أنه بيكون في مستقبل كبير له. نعم. وتدري يعني بسام أن إنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء جاء استنادا إلى رؤية جلالة الملك الداعية إلى تعزيز مكانة البحرين والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة. بالتأكيد رقي، يعني تركز الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على تسخير علوم وتقنيات الفضاء من أجل التنمية الوطنية وتشجيع علوم وتطبيقات الفضاء وتطوير برامج أبحاث الفضاء المتقدمة والسعي لبناء القدرات وخلق قطاع فضاء جديد في المملكة. والحلو بعد بسام أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية لتحديد احتياجاتها والتخطيط لتوفير خدمات تقنية فضائية معززة للحوكمة والتنمية، كما أنها تعمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز البحث والابتكار والتطوير في مجالات علوم الفضاء المتنوعة. احنا ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا ومع الفريق التقني للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المشارك في هاكاثون الدورة التدريبية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء واللي نظمتها جامعة سانت بريسبرغ التقنية بجمهورية روسيا الاتحادية، ويسرنا أن تنضم لنا عبر السكايب أيضا عايشة الهاجري عضو الفريق التقني للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. مساك الله بالخير يا عايشة، وكلمينا يعني عن أبرز الأمور اللي صارت معاكم في المسابقة وبعض التفاصيل عن القمر الصناعي. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حابة أشكر تلفزيون البحرين ووزارة الإعلام على استضافتهم لنا في هذه المقابلة، على أن احنا نتحدث عن إنجازنا في تحقيق المركز الثالث في هذه المسابقة، ألا وهي دورة تكنولوجيا الفضاء في جامعة سانت بيترسبرغ في جمهورية روسيا الاتحادية. أنا والفريق أحرزنا المركز الثالث في هذه المسابقة، ألا وهو بناء وتصميم قمر صناعي نانو ساتلايت. هذه فكرة المشروع تشمل حسابات المدار، مقدار الطاقة المستخدمة، ودراسة هيكل القمر الصناعي والمواد والأدوات وإلى آخره. نعم عايشة، طبعا احنا وايد فخورين فيكم وفخورين بالتجربة اللي عشتوها انتوا، بس بودنا بعد عايشة ان تخبرينا يعني شلون قدرتوا ان انتوا تتنافسون وفي نفس الوقت ان تفوزون خلال هذه الظروف الاستثنائية. اولا انا والفريق من منتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وهاي ما كان اول هاكاثون او اول مسابقة ندش فيها، بالعكس احنا لنا انجازات كثيره من احنا نحرز المراكز الاولى في الهاكاثونز. انا واختي شيماء المير احرزنا المركز الاول في هاكاثون الاول من نوعه في البحرين، الا هو هاكاثون المراه البحرينيه، كان برعايه سمو الاميره سبيكه بنت ابراهيم ال خليفه. فاحنا متعودين على هذا النظام من المسابقات والشغل في وروح الشغل في مدة قصيرة، وإن إحنا ننجز فيها مشروع كامل متكامل. فبالعكس إحنا بنات نحب التنافس، نحب روح المنافسة هذه، والدورة هذه كانت صدق إن هي أونلاين، لكن بالعكس كانت يعني كانت تنافسية وكانت قوية، حتى ما حسينا بالفرق بين الهاكاثون اللي حضرناه فعليا وبين الهاكاثون اللي شاركنا فيه أونلاين. يعطيك العافية عايشة الهاجري عضو الفريق التقني للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لك. ومن بين الأهداف الكبيرة التي تسعى الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى تحقيقها هي بناء القدرات الوطنية لخلق قاعدة وطنية ذات مستويات علمية فضائية رائدة ومتميزة، بالإضافة إلى النهوض بعلوم الفضاء في المملكة عن طريق نشر الوعي وتطوير برامج بحثية متقدمة وتعزيز الابتكار لمواكبة التطور اللي تشهد المملكة لتحقيق تطور
عملي وتقني يتوافق مع رؤية المملكة 2030. صحيح بسام، ومن بين الأهداف اللي تسعى الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى تحقيقها كذلك هو بناء بنية تحتية سليمة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الريادة وتأسيس علاقات تعاون ومشاريع مشتركة إقليمية ودولية مع وكالات الفضاء والمؤسسات التقنية والصناعية والبحثية الناشطة في مجال علوم الفضاء. بالتأكيد رقية، يعني وما ننسى كذلك تلبية الاحتياجات الوطنية عن طريق توفير المعلومات الفضائية وبيانات المراقبة الأرضية اللي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمساهمة في التقدم العلم الفضائي والتنمية المستدامة للمملكة، وأيضا تشجيع انضمام البحرين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المختصة بعلوم الفضاء والمفاهيم التقنية المتعلقة بها وإقرار المبادئ اللي تنظم أنشطة المملكة في مجال ارتياد الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية. احنا مشاهدينا ما زلنا متواصلين مع الفريق التقني للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المشارك في يعني هاكاثون الدورة التدريبية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء واللي نظمتها جامعة سان بيرتسبرغ التقنية بجمهورية روسيا الاتحادية. يسرنا أن تنضم لنا أيضا عبر السكايب منيرة المالكي عضو الفريق التقني للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. طبعا مسي عليك بالخير منيرة، لو تكلمينا أكثر عن يعني وتشاركينا تجربتك في هذا الإنجاز المشرف لمملكة البحرين. طبعا هي كانت تجربة جدا جميلة وكان فيها روح من المنافسة، والمنافسة التي أعطتنا أو بينت لنا قدراتنا بأن إحنا قدرنا أن إحنا نصمم قمر صناعي في منتهى الصقر، وتشمل هذه المهمة الحسابات المدار ومقدار الطاقة المستخدمة ودراسات هيكل القمر الصناعي والإجهادات اللي تحدث عليه وكذلك إدارة التوزيع الحراري وميزانية الاتصالات. فكان تحدي لنا أن إحنا نوصل المعلومة وأن إحنا نبهرهم عن بعد، وإحنا كفريق بحريني من ثلاث فتيات أبهرنا الدول بأن إحنا قادرين على المنافسة والفوز. وأنتوا فعلا فزتوا وحققتوا هذا الإنجاز، يعني منيرة يعطيكم الصحة والعافية. يعني لكن هل من رسالة تقدمينها للشباب البحريني اللي يطمح الوصول إلى الفضاء والانخراط في هذا المجال؟ طبعا احنا كبحرينيين البحرين دائما تقدم لنا الافضل، تقدم لنا افضل التعليم، تقدم لنا افضل المزايا، واحنا كشباب لازم نعرف ان احنا نستغل كل هذه الفرص ونرد الجميل للبحرين. وطبعا على اساس ان ندخل في مجال الفضاء او في لذلك الشهادات البحرينية جدا يعني ممتازة في هذه الأمور. أنا خريجة البحرين ومريت في كل المراحل من المقابلات والامتحانات لين ما تمكنت في إن أنا أتوظف في الهيئة، وهذه كلها يبين أن الكادر البحريني والشهادة البحرينية قادرة بأن هي توصلنا إلى أي مكان وأي وظيفة. فأنا جدا شاكرة للبحرين والحكومة والتعليم، لأن أنا وإحنا كشباب جدا محظوظين كنا كبحرينيين نحمل شهادات بحر من منظمات بحرينية وأن إحنا نقدر نشارك عالمياً ونفوز. أنت وزميلاتك يعني رفعتوا رأس البحرين بهذا الإنجاز الكبير. شكراً لك منيرة المالكي عضو الفريق التقني للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكراً على هذه المداخلة. إن اهتمام الإنسان بالفضاء لم يفتر منذ بدء الخليقة، إنه المكان البعيد
الذي كلما اقتربنا منه أكثر جعل حياتنا أكثر اختلافاً. إن مملكة البحرين ماضية قدماً في طريق تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة، وستشهد الأيام المقبلة بمشيئة الله الإعلان عن إنشاء هيئة تعنى بعلوم الفضاء، تبدأ من خلالها مملكة البحرين الدخول في مرحلة جديدة. العمل كبير، ولكن في وجود رؤية ثاقبة وتحفيز من جلالة الملك ودعم من الحكومة، أعتقد أن البحرين راح تتحرك بشكل سريع خلال الفترة القادمة، بحيث أن احنا نكون من الدول اللي في الطليعة في مجال الفضاء والبحوث المتعلقة. هيئة البحرين لعلوم الفضاء هي مؤسسة وطنية تم إنشائها بموجب مرسوم ملكي لكي تتولى العناية بعلوم الفضاء ولتضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة. في عالم اليوم أصبحت التنمية الشاملة غاية الدول المتقدمة، ذلك ما يجعل لعلوم الفضاء تأثيراً كبيراً في حياتنا نحن سكان الأرض. فضاء واستخدام الأقمار الصناعية تماماً مثل ما نتكلم عن الحاسب الآلي الكمبيوتر. شنو استخدامات الكمبيوتر؟ هي أداة تقدر تستخدمها في كل شيء، فالقمر الصناعي نفس العملية، هو أداة عندك تقدر تستخدمها في كل شيء. ليش؟ لأن اليوم الكثير من القرارات اللي ناخذها اليوم على سطح الأرض تعتمد على معلومات وبيانات مأخوذة من أقمار صناعية في الفضاء. هذا المستقبل الذي نستشرفه في البحرين سوف يمتد تأثيره إلى أكثر من 21 قطاعاً في الفلك والاتصالات والأمن والتعليم والبحث العلمي والثروات الطبيعية والتخطيط العمراني والآثار وغيرها الكثير. ولأن هذا التأثير لا يصنعه إلا الإنسان، كان فريق البحرين للفضاء هو النواة العملية الأولى. كان عندنا توقع أن يستقطب هذا الإعلان عن الفريق ما يقارب 400 إلى 600 طلب للالتحاق به، ولكن كانت المفاجأة فوق حدود التصور، أن المتقدمين فاق عددهم 2190 متقدم. يعني البحرين تزخر بأبنائها، بينا ومهارات الجميع كان يحسدنا عليها. الذي نسعى من خلاله إلى بناء أول قاعدة من الشباب البحريني القادر على استلهام علوم الفضاء، القادر على فهم آليات عمل الأقمار الصناعية وتصميمها، ومن ثم بناء الأقمار وإطلاقها، التحكم بها والاستفادة من المعلومات والتحكم بهذه الأقمار خلال فترات وجودها في المدارات الفضائية. إن شاء الله بنبتدي وياهم كمرحلة تدريبية، نعطيهم أبجديات هالمجال، بعدها إن شاء الله في زيارات حق مراكز فضاء إقليمية، وبعدها إن شاء الله في برنامج تدريبي منه يتدربون hands on على المشروع، ومنها مرحلة بناء قمر صناعي بحريني. بنركز على كوادر بشرية سواء في تصميم وبناء أو تحليل بيانات، وأيضا بناء بنية تحتية الأساسية من قمر صناعي لأول مرة تواجدنا في الفضاء، بيكون اسم البحرين موجود في الفضاء، مملكة البحرين لها قمر صناعي في الفضاء. سنتان فقط تفصلنا عن تدشين أول قمر صناعي بحريني، والمشاريع الكبيرة تكبر يوما بعد يوم إلى أن نصل جميعا للهدف الأسمى مع السنين. هيئة البحرين لعلوم الفضاء، إشراقة المستقبل.